ودائما مع احتفالات الجزائريين في مختلف ولايات الوطن بيناير، انطلقت بولاية عنابة فعاليات أسبوع التراث الأمازيغي، وذلك بحضور الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية الذي اختار أن يشارك في الاحتفالات الرسمية من عنابة، حين أكد أن اختياره لعنابة جاء ليرسم القيم النبيلة في التراث الشعبي الأمازيغي الذي يتقاسمه كل الجزائريين عبر ربوع الوطن، والتي ستدوم لأسبوع كامل تتخلله عديد المعارض التي تبرز التقاليد والثقافات التي تتميز بها العائلات القبائلية. ميكروفون عبد الناصر جلال. العائلات العنابية، الجمهور العنابي، المثقفين المهتمين بالتراث سيعيشون على مدار أسبوع كامل العديد من الفعاليات والنشاطات الثقافية الفنية العلمية وحتى أيضا البيداغوجية، لأن هنالك ورشة على مستوى المكتبة الرئيسية لاستضافة الطلاب ومتعلمي اللغة الأمازيغية بعنابة. ديناميكية خلقناها وخاصة منذ دسترة اللغة الأمازيغية، ما لازمش نحصروا اللغة غير في الجانب اللغة ولا الحرف. هناك عمل جاد تندار في إطار مؤسسته في إطار المحافظة السامية الأمازيغية، واختيار الدولة كاختيار استراتيجي هو اختيار ثلاثي لتوظيف اللغة الأمازيغية في المدرسة. كاين ثلاثة معايير لكتابة اللغة الأمازيغية. الجزائر العميقة، هذه الجزائر اللي يحبوها الناس كل، هذه الجزائر الموحدة الوحيدة، هذه الجزائر القوة العظيمة في تراثها، في ثقافتها، في تنوعها وفي وحدتها القوية. نكون في عنابة ولا نكون في تيزي وزو ولا نكون في تلمسان ولا نكون في باتنا، كيف كيف بلادنا يفيف لالجيري لونيون تري الجيريان سي ليسونسييل.